السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة طيور وحديقة الكرام. فيديو قصير، نبدأ هذا الفيديو بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الكثير منكم يسألني على جولة في سطح، والله كنت مشغول كامل هذه الأيام في الدوام فما صورت، يعني الأسبوع الماضي ما نزلت حتى فيديو، حتى في فيديو قديم على الرحلة إلى مواقع الأثرية كنت سأقوم بتنزيله ما نزلت للأسف. فباش نعطيكم إن شاء الله جولة سريعة على الحيوانات. نبدأ الجولة من عند الأرانب. هذه الأرانب كما تشوفوا، شوفوا هذه الأرانب الجديد، أنا من الأرانب في أنثى منهم ولدت. شوف خلينا نصور لكم هنا بعيد على الشبك. هذه أرنبتنا زينة الصغيرة، هذيك الأرنب اللي تشوفوها اللي هي ولدت أول بعد ما شريناها تقريبا بثلاث أيام، ولدت أولادها البرة لما قبل ما نصنع القفص نعملوا لها السطحية، هذا كان موجود على الأرض مباشرة. فسبحان الله ولدتهم في الليل وماتوا، جابت أربعة ماتوا من شدة البرد. أنا أكلمكم الآن يعني درجة الحرارة تقريبا أنا الآن يعني بعد العصر 7 درجات. هذا الذكر شريني آخر مرة، هذه الأنثى كانت صغيرة، الظاهر أنها يعني حملت الآن البيضاء الفرنسية، كانت تفتكر شريتها هي والذكر الفرنسي. هذا هو الذكر الفرنسي أخاه، ولكني خرجته ليش؟ لأني لاحظت أن الذكر هذا بدأ يطارده وخفت أنه يعني يقتله أو شيء، فخرجتها إلى حالها. في الرياح شديدة. في الأنثى الثانية السوداء اللي هي وراء الذكر الآن، لاحظتها أمس بدأت تنتفر شعرها ونتفت شعرها، ولاحظت حينما نظرت في أحد الغرف في الغرفة الأولى وجدت شعر كثيف. للآن لم أفتح عليهم يعني ما شفتهمش الأولاد، يعني تركتها على راحتها، قلت خلي تقريبا بعد 3 أو 4 أيام نفتح عليهم ونشوفوا وضعيتهم كيف هي. هذه بالنسبة لوضعية الأرانب. شوفوا الأرنب الصغيرة زينة كبرت شوي ما شاء الله، ذي كانت تفتكروا شريناها صغيرة كانت بهذا الحجم، كبرت شوي وهي تدخل عند المواليد جدد. فإن شاء الله تروح فين البركة. غيرت لهم الآن الماء، نعطيهم شوي شوي، نعطيهم برسيم، نعطيتهم الصباح دائما وجبتهم الصبح، نعطيهم برسيم اليسر لماذا أطعمهم الصباح، نعطيهم برسيم ودائما في الليل بعد ما نصلي العشاء نعطيهم الوجبة اللي هي خبز يابس بقايا البيض، ونعطيهم هذا العلف المطحون. كما تشوفوا هذا العلف هو فيه ذرة مطحونة وفيه قمح مطحون وفيه شعير، فأعطيهم يعني تقريبا 3 حفنات من هذا. هم عندي 5 أرانب ونعطيهم الخبز، ما تكثر لهمش لأنها كثرته قد يسبب لهم السهر، وخاصة إذا كانوا متعودين على طول على البرسيم الأخضر. فأنا تقريبا الخضار نعطيهم فقط الشيء الأخضر اللين، بقايا البيت فقط، لكن ياخذوا البرسيم اللي هو جاف تشوفون عطوهم الان وياخذوا البقايا. هذوما طيور الجاوة، نلاحظ في العش عندهم هناك في هذاك العش عندهم 3 بيضات، ما نعرفش هل هم مخصبين او شيء، لكن نشوف فيهم يناموا، ولكن اللي انا فاكره ذكر هو اللي ينام اكثر. فاول مره ربي طيور الجاوة على قد ما ربيت طيور، فان شاء الله نشوفهم ان شاء الله يظهروا مخصبين الى اخره. بالنسبه هذوما اللي طيور الحب، نشوفهم طيور السمان. شوفوا هذوما طيور الحب، طيور الحب للأسف الأنثى الصفراء هذيك طار الذكر، فتحوا الأولاد يعطوهم الأكل الباب، فكانت أحد السمان قفز بسرعة. السمان ما تعرفوه أحيانا يقفز خاصة كي يبدو يتعاركوا، فقفز أحد السمانات بسرعة. ففي كان عندي ذكر أزرق اللي يتابع الفيديوهات السابقة، فبسرعة طار بجنب يعني بجنب يد الولدي فطار من الباب. فالحمد لله الأنثى هذيك الصفرة تزوجت ذكر الهوجو، ذكر الهوجو كان يعني غير متزوجة، فالآن عندي أنثى زايدة، لكن ما حبيش نشري ذكر آخر. ليش؟ لأن الأنثى اللي هي بطبعها عندي زايدة هي كانت تشوفها في العلبة هناك تاكل في الحبوب، هي بطبعها كأنها كبيرة في السن وعندها شوي مشكل في جناحها، فتركتها الحالة. فالآن عندي زوجين، إن شاء الله تشوفوا بدأ يدخلوا الأعشاش، هذا زوج والزوج الثاني اللي هو الأبيض هذا، وهذيك الأنثى نتاعها اللي في أخضر أصفر تدخل لعشها في ذلك المكان اللي تدخل. بالنسبة لطيور السمان هنوريكم طيور السمان، سحبت منهم الآن البيض، يعني يبدو بيضة تدريجيا، وتشوفوا سحبت بيضة من هذا القفص وبيضتين من هناك. تقريبا البيض يعني في أدنى مستوياتها، الدنيا بارد شديد عندي، هذا القفص تقريبا أجمع منها في اليوم بيضتين، هذا من 3 إلى 4 بيضات، أحيانا أكثر شيء نجمع منها 5 بيضات، هما تقريبا 8 إناث موجودين هنا. هذوما هم طيور السمان، أو كما تشوف هذوما طيور السمان، أعطيتهم الأكل، عندهم الماء، قمت بإنقاص الذكور، خليت الذكور ذكر لكل 3 إناث، نشوف الذكور طارد في الإناث،
للتلقيح، وإن شاء الله مع بداية الشهر القادم إن شاء الله نرجع نحضن في الفقاصة بيض طيور السمان إن شاء الله اللي نبدأ الإنتاج. هذا بالنسبة لطيور السمان في القفص الأول، وفي القفص الثاني هذا طيور السمان في القفص الثاني، ونفتح القفص. هذا طيور السمان، هذوما أغلبهم اللون الكريمي اللي عندي لهنا، معاهم بعضهم اللي هم اللون العادي، لكن أغلبهم اللون البني الفاتح اللي هو اللون الكريمي. شوف الماء نغير لهم تقريبا يوميا، وإلا أحيانا في الشتاء يوم بعد يوم، أنا إذا كنت مضغوط في العمل يوم بعد يوم، إذا كنا نعطيهم مثلا ما ذكر في قطرات من الخل. نشوف هم دائما يمشوا في النظاف، وتحتهم في فرشة من النشارة. بالنسبة للمكان بارد، أنا ربيت في السطح بارد جدا المكان، لكن الحمد لله عمل لهم هذا العازل، تشوفوا هنا على الهواء البارد، وعندهم عازل من الجانب، وعندهم أيضا غلاف مغلف لهم بالعازل وبقايا أخشاب. بالنسبة لهذا اللي فيه طيور الحب، نضيف لهم هذا في مع صلاة المغرب هكا، إذا كان صلاة المغرب نجبد هذا المشمع أو البلاستيك نغطيهم بالكامل. ناخذكم لجولة بسرعة في النباتات. النباتات هذه نبتة الرجلة، تشوفوا قطفت منها كثير وبدأت تعمل البذور الآن. هذه بالنسبة للزعتر ما شاء الله يانع وأقطف منه أحيانا، تشوفوا الزعتر. وعندي بعض شتلات الفلفل، هذا طلعوا عندي، هذه شتلة وهذه واحدة منهم أكلوها الأرانب، طلع ذاك الأرنب وعودة تنبت. بالنسبة عودت زراعة قبل تقريبا أسبوع، عودت زراعة الفجل الآن. الفجل كان عندي الفجل الأحمر، أنا ننجى هنا كتنوريكم، ودائما أقطف منه. هذا فجل شتلات جديدة اشتريتهم، فجل إيطالي، يبدأ نصها أبيض ونصها أحمر، أول مرة نجربه، فتشوفوا ما شاء الله بدأ يخرج في الأوراق. هذه شتلات البصل. الطماطم كما تشوفوا عندي الطماطم، ما نعرفش هل هي ناقصة نمو ولا هي طماطم كرزية، لأن حجمها تقريبا ما يكبرش على الواحد. هذا إنتاجها جيد، أخذت منها حبات من هنا صاروا حمر، هذيك صارت حمر، يعني يضيف عليها يمكن يومين ثلاثة أقطفها، طعمها سكري لكن الحجم هذاك هو ما كبرش كثير. هذا الشعير عندي لهنايا، كما تشوفوا عندي الشعير، الشعير هذا ينبت سنويا ما شاء الله الحالة، وأترك بذور يعاود ينبت السنة بعدها، ما شاء الله حبوب مليان حبوب. الخص بدأ تشوفوا بدأ شوي يصفر، وحضر نهاية موسم تقريبا الآن، ونهاية موسم هو، وأصل المكان ضيق يعني ما نشرتش، ما عنديش أماكن ثانية. شوفوا هذا الخص أقطع منه، لكن ضاق علي المكان، الحمد لله حجمه ممتاز، لكنه مثلا هذا بدأ ما بدأش يكبر أكثر. تشوفوا الكزبرة من لون من البرودة لونها صار كل وردي شوي الأوراق، لكن طعمها لذيذ. هذا البقدونس. هذا بالنسبة للفجل اقطفته كل، باقي عندي ثلاثة هذا فقط. شوفوا الفجل الأحمر، هاي حبة الفجل الحمراء، باقي عندي يعني بين الحبة حمراء كبيرة وهذه كبيرة، شوفوا الحبة ما شاء الله. هذول باش نخلي منهم للبذور، ننتج منهم بذور للسنة الثانية. بالنسبة للسبانخ قطعتها على الآخر، والآن قاعدة تعاود في النمو، لكن نهاية موسم تشوفها بدأت تطلع في البذور، بدأت تعمل في البذور نتاعها، أيضا هناك صفارت شوي بدأت تطلع في البذور. النعناع ممتاز، هذوما ركن الورود اللي زرعينهم أولادي، وما شاء الله ممتازين. تشوفوا الأولاد ما شاء الله صارعوا الخص معاهم، هم طلعوا هنايا حبات من الخص، لكن هذه الزهور نتاع الأولاد ما شاء الله حجمها جيد ونموها يعتبر جيد. إن شاء الله كانت هذه جولة سريعة في السطح، إن شاء الله تكون قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دعمنا من لايك ودخول القناة لمشاهدة الفيديوهات القديمة في خصوص تربية الطيور، تربية الحيوانات الأليفة، الزراعة المنزلية، صناعة المستلزمات، هذه الأقفاص، صناعة الفقاصة عندنا. ولا تنسوا دعمنا لكم من لايك، وشكرا لكم على المشاهدة والمتابعة والدعم المستمر.